ده موجود اكتر على الفنانات اكتر من الفنانين او من الرجال في الوسط الفني، خصوصا مع تقدم السن بيكون الفنانات مجبورات انهم يظهروا بصورة شبابية، يعني كأنهم نفس الشكل للأبد، ما تغيروش وما كبروش في السن ولا أي حاجة، هي لازم تكون زي ما هي بدون أي تغيير، بدون أي تجعيدة واحدة. لا تعكس الواقع، صورة معدلة، صورة محطوطة في قالب معين فقط لا غير. الجمال حاجة نسبية، مش رأي مجموعة من الناس أو رأي بيعكسه الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، الجمال نسبي وكل واحد الجمال في عينه مختلف.